ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعملنا في الجزء الاول من الحلقه كبده الفراخ مع مكعبات بدنجان وفلفل الوان وريحه جميله وطريقه سهله وسريعه، وان شاء الله تكون عجبتكم. هنعمل بقى ايه دلوقتي؟ زي ما اتفقنا احنا في الشتاء، فاحنا محتاجين سلطات تدفينا او اكل يدفينا، واحنا قاعدين كده قاعده حلوه ناكل طبق سلطه كمان حلو. فانا عندي سلطه بطاطا مشويه مع البنجر. انا سلقت البنجر بالشكل ده وهنقطعه مع بعض، بس هنتبل الاول البطاطا علشان نشويها. هنتبل البطاطا بالملح وفلفل وجنزبيل وقرفه عشقي وحياتي، بحب القرفه جدا، فاحنا هنتبل بالبهارات دي، وكمان هنتبل بزيت الزيتون البهارات بتاعتنا ونتبلها، وبعد كده نحط بقى الزيت. يعني قبل ما نحطها في طاسه الشوي، ممكن نحط الزيت في طاسه الشوي، بس انا بتبلها هنا بالزيت ليه؟ علشان تكون متغلفه بالكامل بالزيت. والفلفل اللي بيكب كتير نمسك في ايدينا كده كفايه، ونحط القرفه وجمالها وريحتها، وهحط كمان شويه جنزبيل برضك، ده من الحاجات اللي بتنزل كتير، فنمسكها في ايدينا احسن احتياطي بدل ما يبقى الطعم مولع من الجنزبيل. وارجع الحاجات دي واجيب الفلفل الاسود. لا انا هجيب زيت الزيتون، احنا خلاص حطينا الفلفل الاسود ادي كده، حط زيت زيتون بحيث ان هي تتغلف بالكامل. وهولع على الطاسه عبال ما اقلبها علشان تسخن قبل ما احط فيها البطاطا. ممكن على فكره لو انتم مش بتحبوا البطاطا تبدلوها ببطاطس، بس البطاطا من الحاجات المفيدة جدا والمغذية جدا، والمادة الأورانج اللي فيها دي اللي هي اسمها بايوكورتين تقريبا أو حاجة كده، يعني هي كلمة كبيرة شوية أنا بنساها بصراحة، مفيدة جدا ومهمة جدا كمان للمناعة. أقلبها بالشكل ده بحيث ان هي تكون متغلفة، ولو انتم ملاحظين ان انا ما قشرتش البطاطا، انا سبتها بالقشر بتاعها عشان تديني طعم حلو، والبطاطا قشرتها يعني لما بتتشوي بتبقى خفيفة، يعني متبقاش تضايق بالشكل ده كده. كده استعمالات كتير للبطاطا، لا تقتصر فقط على البطاطا المشوية وبس، لا احنا كده بنوظفها كسلطة، نوظفها في الاكل. احسن حاجة ان احنا نستفيد من الخضار والفاكهة على قد ما نقدر في كل الوصفات او في حاجات مختلفة عشان نفيد جسمنا كمان. انا كده الطاسة سخنت، هحطها بقى كده. ممكن كمان نشويها في الفرن، يعني مش لازم طاسة تشوي، يعني ممكن تتشوى في الفرن بالطريقة دي، تتحط في قالب في الفرن، بس انا كنت عايزاها تاخد الخطوط دي. ممكن نحطها على الشبكه بتاعه الفرن، بس في الحاله دي هنحط تحتيها يعني صينيه علشان لما تنزل زيت ما تبوظلكيش الفرن. حطيها على الشبكه وسويها. انا كده قلبها بالشكل ده كده، هسيبها هي بقى ايه تستوى لوحدها براحتها، وممكن اغطيها بحيث ان البخار اللي هيطلع يسويها كمان عبال ما نقطع البنجر. وعايزين نبص على الطبق بتاع كبدة الفراخ بتاعنا اخباره ايه. طبعا انا مستعدية جدا لتقطيع البنجر بالاحمر بقى اللي هيبقى في ايديا ويفضل في ايدينا، ريحتها حلوة جدا. انا كده بالنسبة لي الطبق ده بقى جاهز، انا هطفي عليه عبال ما نعمل البنجر ونقطعه، وبعد كده نعمل الصوص بتاع الصلصة. نجيب سكينة، انا هقطع البنجر زي البطاطا، هقطعه حلقات، كنت هقول ترنشات، هقطعه حلقات تخينه شويه مش رفيعه، يعني بالشكل ده كده عشان يبقى قلنا قبل كده يبقى متناسب مع الحجم اللي عندي. انا ممكن نوطي شويه النار وخليها تستوي كده، ونحط ناخد واحده كده اهو، يبقى الشرايح سمكها زي سمك البطاطا كده. البنجر من الحاجات الغنية جدا والمفيدة قوي،
يعني حتى ان احنا ندخله كعصير بيبقى طعمه حلو. الناس بتستغربه شوية بس صدقوني بيبقى طعمه حلو وبيبقى قيمة غذائية عالية. انا كمان عملت قبل كده عصاير في حلقة عصاير صحية، عملت عصير دخلت البنجر من ضمن مكونات عصير معين بالشكل ده كده اهو، كل الشرايح بتاعته تخينة زيه زي البطاطا، بس هي طبعا البطاطا الشريحة يعني اتخن كده اهو. اذا كده يبقى البنجر جاهز عندي، وهركنه على جنب ونعمل مع بعض الصوص بتاع السلطة. الشعر يبقى فيه ده، ونغسل ايدينا اللي يعني ما تبهدلتش قوي نوعا ما، ونشيل بقى الحاجات دي ونغسل ايدينا. بص 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 على البطاطا، فبصوا نقلبها بقى بتاخد بقى الشكل والطعم. ممكن حد يقول لك مش هتستوي، لا هتستوي، يعني التتبيله والزيت والبخار يعني التغطيه دي برضو مفيده جدا ان هي تستوي. ممكن لما نحطها في الفرن نغطيها بورق فويل، او يعني لو هنحطها على الشبكة مش هتاخد يعني مش هتتغطى طبعا، لكن لو حطيناها في قالب فرن ومستعجلين عليها ممكن نغطيها بورق فويل. انا بقلبها كده بحيث ان هي يبقى اخدة اللون من الناحيتين اهو. بصوا بدأت اللون يغمق ازاي وتدي الشكل اللي احنا عايزينه، وتكون برضو شوية دخلت في السوى. قلب كده كمان اهي، لونها اتغير بقت جميله وريحتها حلوه قوي بالتوابل اللي احنا تبلناها دي. هكمل الصوص بقى ونسيب البطاطا تكمل. هنا هنجيب بوله ونحط فيها الصوص بتاعنا. الصوص بتاعنا عبارة عن معلقتين عسل أبيض أو عسل النحل العادي. أنا بس عايزة أجيب معلقة هنزل كده، ومعايا زيت زيتون في الصوص برضو، ومستردة وخل وملح وفلفل. والصوص ده انا هحطه جنب السلطه بحيث ان هي تتقدم، وساعه الاكل على طول نسقيها بالصوص دوت بالشكل ده. وهجيب زيت الزيتون وهجيب الملح والفلفل اساسيات اي اكل، ولسه فاضل لي الخل. انا هحط تقريبا ربع كوبايه زيت زيتون، كنت هقول كبايه بالشكل ده. هقلبه وهنجيب الخل بس هنتبل بالملح والفلفل كده. نحط ده هنا شايفين معايا، ونحط ملح بس مش كتير لان احنا متبلين البطاطا كمان. وهجيب احط برضو ملعقتين خل تقريبا، ويبقى كده الصوص بتاعي جاهز. قلبه بقى تقليبه حلوه عشان نبدا مع بعض نغرف اطباقنا ونشوف البطاطا اخبارها ايه. اقلب كده. من الافضل زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا بقى الصوص بالشكل ده ان احنا نحطه في برطمان ونقعد نرجه جامد جدا، هيختلط ومش هيفصل ابدا. المهم ان احنا نضرب كويس بالشكل ده كده. انا حابه اقدمه لكم جنب السلطه مش فوق السلطه، عايزه اقدمه لكم جنب السلطه اهو. بصوا انا محضره جنبي كده السوسيره عشان نحط فيها الصوص بقى كده. جميل وقوامه حلو، مش القوام السايب قوي، لا قوامه معقول. انزله كده
ادي الصوص بتاعي بقى جاهز وريحته جميله جدا الشكل ده. نجيب بقى الاطباق عشان نغرف. نبص بس على البطاطا اخبارها ايه. ادي البطاطا جميله الريحه حلوه قوي. وايه عبال ما نغرف الاطباق بتاعتنا تكون البطاطا لسه فاضلها. بصوا كده اهي دخلت في السوى فاضلها حاجه بسيطه. نغرف بتاعتنا. نجيب كزبره انا مخليها كزبره علشان احطها على الوش. بصوا ريحتها حلوه قوي. ادي الطبق بالريحه الحلوه والصوص جميل وكبده مستويه والبدنجان طبعا بقول لكم مش زي نفس الالوان. طبعا الالوان واحنا بنحطها في الاول بنفس البرايت يعني تبقى منوره كده هو، لكن دلوقتي الالوان طبعا اتطفت شويه بعد ما استوت. انا كده بالنسبه لي كفايه بس هنظبط طبق صوص كده. ادي كده طبق ريحته جميله وخفيف. وزي ما انتم شفتوا احنا يعني بنحاول نستعمل يعني يا زيت يا زبده وزيت بنقلل الموضوع على قدر. هنظبط طبقنا قبل ما نوريكم البطاطا بالبنجر اخبارها ايه. كده اهو ونحط لها طبعا اللون الاساسي اللون الاخضر كزبره الخضراء الشكل ده كده. ادي طبق الكبده بالبدنجان. ونجيب بقى شوف البطاطا كده جميله كده حلوه قوي. انا هغرفها. نجيب طبق التقديم هحط البطاطا بصوا حتى اخدت يعني اغمقت حاجه بسيطه بس ريحتها مع القرفه والجنزبيل التتبيله جميله جدا. طبق سخن وسلطه سخنه وان شاء الله طعمها يعجبكم الشكل ده كده. نجيب بقى البنجر نحطه كمان عليها. هقلبهم بس تقليبه بسيطه قبل ما نضيف اخر حاجة ليها. نقلب بس كده عشان تبقى البطاطا باينة والبنجر باين. سخنة ريحتها حلوة قوي. عايزة البنجر يبقى تحت كده والاصفر يبقى فوق. كده اتمنى ان هو يبقى باين بس هنظبطه عشان هنضيف له بصل اخضر انا مجهزاه. البنجر على طول بيبهدل اي حاجه يعني على طول لو ما تلحقش فعلا يبهدل اي شيء كده. وعندي اخر حاجه البصل الاخضر هرشه على الطبق بالشكل ده. وادي الاطباق بتاعتنا النهارده والصوص بتاعنا جاهز مع السلطه. عملنا النهارده مع بعض كبده فراخ بالبدنجان والبصل وفلفل الوان ودبس التمر. وعملنا كمان سلطه بطاطا مشويه بالبنجر سلطه سخنه للشتاء. اتمنى النهارده الاطباق تكون عجبتكم والصوص بتاع البطاطا جنبها. ما تنسوش الوصفة عندنا واشوفكم في حلقة جديدة وباي باي.